استعدادا للقمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اتفق ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ضرورة لقائهما من أجل تنسيق استراتيجية محكمة لقمة سنغافورة. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب وآبي أكد في اتصال على حاجة الطرفين الملحة لتفكيك أسلحة كوريا الشمالية النووية والكيماوية والبيولوجية وبرنامجها للصواريخ البالستية تفكيكا تاما. ومن جانبه أعرب ترامب عن قلقه لآبي بخصوص قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم المخابرات الكورية الشمالية في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. تحدثت مع عائلات المختطفين ونقلنا مشاعرهم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناقشت مدى أهمية حل هذه القضية، كما وافقنا على عقد قمة يابانية. ولم يفصح آبي أو البيت الأبيض عن موعد الاجتماع، لكن من المتوقع أن يحضر الزعيمان قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة كوباك الكندية يومي 8 و9 من يونيو. وقد ألغى ترامب الأسبوع الماضي قمة سنغافورة المقررة في 12 من يونيو، ثم عاد ليعلن أنها قد تجري في موعدها. وغادر إلى سنغافورة أمس فريق استطلاع من البيت الأبيض للترتيب مع مسؤولين كوريين شماليين بشأن القمة المحتملة.